الفنان التشكيلي محمود سعيد هو أحد الرواد الذين وضعوا أسس الفن التشكيلي، وهو ينحدر من عائلة عريقة ثرية تسكن بالقرب من مسجد سيدي أبي العباس المرسي في الأسكندرية. ولد محمود سعيد في يوم 8 إبريل عام 1897، وحصل على جائزة الحقوق الفرنسية عام 1919، وهو العام نفسه عام الثورة المصرية الأولى. سافر محمود سعيد إلى باريس في نفس العام، والتحق بأكاديمية جولتان بباريس، وظل يمارس حياته وهوايته الفنية على الرغم من التحاقه بسلك النيابة، وعين بمدينة المنصورة بالمحاكم المختلطة، ثم ترقى في سلك القضاء حتى وصل إلى درجة مستشار، ثم طلب الإحاطة إلى المعاش وهو في سن 50. تأثر محمود سعيد تأثرا كبيرا بالحياة المصرية والشخصية المصرية والفن المصري الأصيل في كل أعماله، وكان لثقافته الغربية وحياته في الغرب أثرا كبيرا على فنه. في عام 1919 حصل محمود سعيد على ليسانس الحقوق الفرنسية، ووافق والده محمد سعيد باشا رئيس وزراء مصر السابق على سفره إلى باريس لاستكمال دراسته العليا للقانون، فاغتنم محمود سعيد هذه الفرصة والتحق بالقسم الحر بأكاديمية جراند شومبي. أهلا بحضراتكم. الحقيقة فن المحاكاة فن ارتبط بظهور الإنسان من فجر التاريخ، من أول ما رسم على الكهوف الحيوان علشان يأكد لنفسه قدرته على اصطياد هذا الحيوان. المحاكاة كانت وسيلة من وسائل الإنسان البدائي من أجل السيطرة على الطبيعة المجنونة التي لا يستطيع أن يفسر ظواهرها، ثم تطور بعد ذلك إلى أن يتحول فن المحاكاة إلى محاولة للحوار مع الواقع لفهمه ولتجميله أحيانا ولمحاورته، وهذه المحاورة أنتجت أعمال عظيمة جدا في كل أنواع الفنون. يعني تكاد بعض الأعمال المنحوتات أن تنطق من روعتها، تكاد بعض اللوحات أن تتفجر بالحقيقة. الحقيقة كمان فناننا اللي بنستضيفه لنحاوره حول فن المحاكاة في أعماله التي قام برسمها هو أيضا له تجربة خاصة، فهو طبيب بشري قرر أن يؤجل موهبته في الرسم من أجل الإنسان، من أجل الطب، ثم لم يحتمل أن تظل هذه الموهبة مكبوتة بداخله، فمنذ أكثر من 4 سنوات بدأ يرسم باحترافية شديدة معي الفنان التشكيلي السكندري الأستاذ أسعد أنيس. برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك، أهلا بك. الحقيقة يعني كان في الفاصل معنا واحد من أهم عمالقة الفن التشكيلي، فنان الكبير محمود سعيد، اللي هو من عائلة أرستقراطية وأبوه رئيس وزراء، ثم درس القانون، ثم قرر أن أيضا ألا يترك الفن، فبرع في الفن لدرجة أن لوحاته بتباع بأغلى الأسعار في مزادات الفن التشكيلي العالمية. إلى أي مدى كان محمود سعيد، سيف وأدهم وانلي، محمد ناجي وغيرهم من فنانين سكندريين ومصريين أثروا في رسوماتك وفي اتجاهك للفن؟ هو محمود سعيد بالذات حياته، أنه أولا هو مش متخصص فن أو مدرسش فنون جميلة في أكاديميا، لكن هو
أخذ دراسات خارجية في أكاديمية جوليان في باريس لما راح علشان يحضر دراسات عليا في القانون، لكن هو مارس القانون كوظيفة، وكيل نيابة في المنصورة، اترقى وصل لحد مستشار واستقال وهو عنده 50 سنة. 50 سنة قال لهم بس بقى. هو ده نموذج لأي واحد عنده هواية أو موهبة الرسم أو أي موهبة. صحيح. إنه مش بالضرورة إنك أنت هتكون بدأت حياتك فيها وتقدر تبدأ في أي وقت. صحيح. وتقدر تمارس جنب عملك وتقدر تنجح في أي وقت. صحيح. محمود سعيد أكتر فنان في منطقة الوطن العربي والشرق الأوسط كتبت عنه رسائل ماجستير ورسائل وأبحاث، وصاحب أغلى لوحات في المنطقة كلها. صحيح. مش مجرد لوحة الدراويش اللي احنا بنقول انها ضربة رقم في قياسي، في بنات بحري، لا ده كل لوحاته تخطت المليون دولار. في يعني في آخر لوحة في مزاد شهير بيعت بأكتر من 2.5 مليون دولار. 2.5 مليون كانت. صحيح. كانت الدراويش. الدراويش نفسها. الدراويش. طيب ده جميل. لاحظت حاجة جميلة قوي، انه محمود سعيد، سيف وأدهم وانلي، محمد ناجي وغيرهم في قواسم مشتركة، أغلبهم درس القانون، محمد ناجي درس قانون أيضا، أغلبهم سافر لبعثات في الخارج إما فرنسا أو إنجلترا، وأغلبهم كان مساره في اتجاه ثم عاد إلى مجال الفن مرة أخرى. إيه سر المشتركات دي؟ هي المشتركات انه كل واحد كان مرسوم له، سواء عن طريق نفسه او عن طريق اسرته، لمسار في الحياه. هو اخذ نفس المسار، لكن في نفس الوقت هي الموهبه والملكات الشخصيه بتاعته تغلبت. وقدر انه في مرحله من العمر بتبتدي تظهر يعني، وتبتدي تتغلب عن حتى مهنته الاصليه. منهم برضو على فكرة حسين نشأت، اللي هو مؤسس مع معرض الفنون الجميلة في اسكندرية. ده برضو يعني هو كان من هواة الفن وكان ممارس للفن، هو مستشار برضو. معرض الفنون ولا أتيليه الاسكندرية؟ لا مش أتيليه اسكندرية، مش أتيليه. لا اللي هو متحف أتيليه الاسكندرية أعتقد محمد ناجي. محمد ناجي ومع آخرين. بس هو محمد ناجي كان البداية. لا هو في متحف الفنون الجميله محرم بيه، من المتاحف الضخمه. ده كان حسين نشأت هو المؤسس الحقيقي بتاعه. ده كان مستشار. الفكره ان هي مهما كانت وظيفتك، هي مش بتتغلب على هوايتك وملكاتك. طب بمناسبه أتيليه الاسكندريه، الى اين آلت الامور؟ للأسف هو الأحكام الجديدة في المحكمة الدستورية لغت العقد مع جماعة الفنانين في اسكندرية، ورجعته لأصحابه الورثة، اللي هم مش ورث يعني، هم ورثة أصحابه اللي اشتروه من البنك اللي اشتراه من عائلة كرم. يعني نتمنى يعني ان هو لا يهدم يعني، ويتم نتمنى او ان الدوله تستطيع استعادته، او المجتمع المدني يستطيع استعادته. طيب احنا نتطرق بقى لاعمالك التشكيليه. إيه كان في مؤتمر ومعرض كبير في الاسكندريه من عده شهور حضرتك تقريبا نظمته؟ ده كان معرض خاص كنت نظمته في البيت الثقافي الروسي في الاسكندريه. جميل. وافتتحوا معالي قنصل روسيا بالإسكندرية ومعالي نقيب التشكيليين. هايل. كان بيتركز، هو اسمه اسكندرية الأخرى. احنا معانا المعرض اهو حضرتك. اسكندرية الأخرى. اسكندرية الأخرى كان بيركز على الحياة الخاصة بالصيادين، بالسكندريين ككل. والصيادين بصفة خاصة. اللقطات الحياتية بتاعتهم اللي احنا ده قنصل روسيا. ده قنصل وحضرتك. تمام. والأستاذ عادل بنيامين برضو معانا. جميل جميل. وبرضو معانا نقيب التشكيليين. رائع رائع.
المعرض ركز على اللقطات الحياتيه اللي مش بنلتفت لها بصوره اساسيه او مش بتوثق في حياه الصيادين، لحظه خروج السمك، لحظه بيع السمك. تمام. في حد تاني حضر المعرض غير اللي حضرتك ذكرتهم؟ في عدد كبير من الفنانين. جميل. من اسكندريه. من اسكندريه ومن القاهره. جميل. طيب الـ ده ذروه ابداعك يعني، لكن عايز ابدا من الخيط الاول، يعني اول لوحه احترافيه من اربع او اكثر، من اربع سنوات. لا، هو انا بمارس الرسم من زمان، من ايام المدرسه. جميل. ومن ايام الكليه، لكن هو الرسم كان كهوايه متباعده. لكن من اربع خمس سنين ابتديت امارسه باحترافيه، اللي هو تقريبا بصوره يوميه. يعني هو ده اللي اختلف، ان انا ابتديت اعتبره من المهام اليوميه في حياتي يعني. ايوه. وبرضه هو الحقيقه الفن عموما، الهوايه، الفن كجزء من الهوايه، الهوايه عموما ايا كانت، هي جزء مهم جدا في حياتنا لامتصاص الضغوط وامتصاص وامتصاص الاستريس. والحقيقه ان الواحد بيندم ان هو ما ابتداش باحترافيه من قبل كده، لانه فعلا ودي رساله مهمه جدا، ان الواحد ما يتخلاش عن احلامه الفنيه. بالزبط. حتى لو راح لعمل او وظيفه اخرى، لانه في النهايه ده شيء هيفضل ضاغط عليك ويطالبك بانك تعمله. بالظبط. فده اللي حصل كمان مع عمالقه الفن، يعني محمود سعيد درس الحقوق وخد من باريس عام 1919. بالظبط، ده درس بقى. ما طلبه رئيس الوزراء او ناظر النظار والده. تمام. سعيد باشا. وما منعوش عن ولم يمنعه عن ان هو يبقى واحد من اعظم الفنانين التشكيليين في العالم، يعني مش في مصر بس. بالظبط. وده سيره مهمه. يعني برضو سيف وأدهم ونلي كان ليه تأثيرات عليك؟ أكيد. سيف وأدهم ونلي لهم متحف في مجمع متاحف محمود سعيد. جميل. هو قصر محمود سعيد أو قصر محمد باشا سعيد. الأصلي تحول إلى متحف محمود سعيد أو مجمع متاحف محمود سعيد. الله. ده يعني تبرع من رئيس الوزراء. هو كمان اعتقد كان رئيس وزراء لفترتين مختلفتين. بالظبط. محمود سعيد تبرع بالقصر بتاعه ان هو يبقى رائع. متحف رائع. واجمل كمان ما فيه ان هو في المجمع ده في متحف سيف وادهم وانلي. جميل. في مجموعه من لوحات سيف وانلي ثروه الحقيقه، حوالي 1200 لوحة تقريبا. هو عمل آلاف اللوحات، بس اللي معروض عدد كبير، عدد كبير منهم كبير. أدهم معروض له برضو قاعة أو اتنين. أدهم أكتر لوحاته مقتناة. ما ملوش الرصيد الضخم جوه مصر زي سيف. وأدهم معاش كتير. أدهم مات حاجة وخمسين، 51 سنة يعني. أدهم مواليد 1908 وتوفى 1959، وهو يعني الأخ الأصغر لسيف وانلي اللي امتد بيه العمر أكتر. بالظبط. سيف وانلي سيف وانلي إنتاجه كان غزير جدا، عشان كده مازال فيه كتير. صحيح. بالإضافة للمقتنيات، يعني في لوحة شهيرة في محطة الركاب البحرية في اسكندرية، في فندق شيراتون القاهرة، فندق كليوباترا. صحيح. في بعض البنوك، قنصلية الخارجية الإيطالية، في لوحة لسيف وانلي هناك. الحقيقة سيف وأدهم وانلي قصة حدوتة مصرية. فعلا دول قصة لوحده، قصة خاصة. والبهجة اللونية اللي في شغلهم، الحركة والديناميا الرهيبة وتعبيرات الوجوه والرقص، وخصوصا كمان أدهم وانلي وسيف وانلي أيضا، الاثنين عملوا لوحات عن المسرح والأوبرا والباليه. فشوفوا الجمال والروعة. احنا هنروح لفاصل عن سيف وأدهم وانلي، ثم نعود لمواصلة حوارنا مع الفنان والطبيب السكندري أسعد أنيس. إذا ذكر البحر في التصوير المصري الحديث، فليس من هو أحق بالكلام عن عطائه في هذا المقام بعد محمود سعيد أكثر من سيف وانلي.
الذي لم يكتفي بأن يستعير في ألوانه الصفاء والشفافية من بحر الإسكندرية، بل كان أيضا مثل منارها وسفنها الغادية الراسخة ما أكسبه عن جدارة لقب فنان الإسكندرية. سيف وانلي كالإسكندرية، بلده المنفتح على حضارات العالم، كل النسمات والرياح تهب على الإسكندرية. جو الإسكندرية مشبع في شكل أسطوري بتنوع فكري متميز. لو كان سيف وانلي فنانا يعيش في مدينة أخرى من مدن مصر لما بدأ فنه في هذه الصورة التي بدأ عليها، فقد تجاوبت لا محلية الإسكندرية جغرافيا وتاريخيا بمزاج سيف وانلي الذي لا يهدأ له قرار. هو محمد سيف الدين إسماعيل محمد وانلي، فنان تشكيلي مصري من مواليد الإسكندرية، ولد في 31 من مارس لعام 1906، وتوفي في إسكتهولم في 15 من فبراير لعام 1979، ثم نقل ودفن في مسقط رأسه. عمل أستاذاً لفن التصوير الزيتي في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية عند إنشائها في صيف عام 1957، كما عمل مستشاراً فنياً بقصور الثقافة بالإسكندرية، وكان رئيساً للجمعية الأهلية للفنون الجميلة. يعتبر هو وأخوه الأصغر أدهم وانلي من أشهر الفنانين التشكيليين في مصر، كان مرسمهما مزاراً للفنانين والمثقفين لأكثر من 40 عاماً حتى بعد وفاة أدهم واستمرار سيف في مسيرته الفنية. لهما متحف باسميهما في الإسكندرية يحمل اسم مجمع متاحف محمود سعيد. الحقيقة من الرائع التقارير اللي بنعرضها، لأنها بتعيد التذكير بعمالقة في الفن التشكيلي، سواء كان محمود سعيد أو الأخوين وانلي. واللي يمكن أضيف حاجة بسيطة على هذا التقرير القيم، إنه محمد سيف الدين إسماعيل وانلي صمم ديكورات مسرحيات كتيرة، منهم مسرحية شهرزاد وأوبريت كارمن، وله آلاف اللوحات في مصر وخارجها، وحصل على الجائزة الكبرى في بينالي الأسكندرية عام 59، نفس سنة وفاة أدهم، أو في نفس أيام وفاة أدهم الأخ الأزهر، وجائزة الدولة التقديرية سنة 73، ودكتوراه فخرية من أكاديمية الفنون سنة 77. واشتهر أخوه الأصغر بتصوير حياة السيرك والمسرح والأوبرا والباليه، وإسهاماتهم الفنية يعني شيء مبدع وعظيم. وأدهم كان بارع في الكاريكاتير، فن الكاريكاتير، وكان بيتريق في الكاريكاتير على نفسه، يعني بيسخر من نفسه كان في بعض اللوحات. جميل. احنا بقى ننتقل للتأثيرات الواقعة على فناننا وضيفنا الأستاذ أسعد أنيس، ونبتدي نعرض بعض أعماله التشكيلية اللي هو بيعتبر نفسه يعني تتلمز على يد هؤلاء، أو تأثر بكل هؤلاء الفنانين السكندريين وغيرهم. فهنبتدي نعرض بعض لوحاته التشكيلية، وهسأل حضرتك هل في أكتر، يعني أدي لوحة مثلا من اللوحات، هل دي لوحة زيتية تماما ولا دي جزء كبير من لوحاتي ميكس ما بين الزيت، الالوان الزيتيه زيت وايه بقى، والاكريليك. لسه والله كنت هقول كده، بس مش عايز اقول كده، بس حاسس انها مش زيت بس. الاكريليك احد المواد اللي هي سريعه الجفاف. أيوة. بتساعد على سرعه الانجاز، بس في بهجه لونيه جميله. هو دي من مجموعه اسمها. أيوة. بحيره البرولز. الله.
دي انا كنت بعمل زيارات منتظمه كنت للبحيره. بتروح وترسم الواقع بالظبط كده، هنا محاكاه مباشره للواقع. الالوان يمكن اضافه، انا بخضع شويه للمدرسه الواقعيه خليطه بالمدرسه الوحشيه وتاثيريه كمان، بمعنى ان انا بحاول ان انا ما اكونش كاميرا فوتوغرافيه طبعا. يعني ده هنا حاجه ثانيه، ده زنقه الستات اسكندريه بقى وحواريها وازقتها وجمالها. برضو هنا نفس الكلام، انا بحاول ابرز اللون. الله، يعني مش لازم انا في درجه تعبيريه عاليه للون فعلاً. انا مش ببقى صوره فوتوغرافيه، انا بحاول. اكيد اللوحه السابقه مثلا كان فيها اللون الاخضر في الميه، ما اعتقدش ان هو ما لا لا هو انا بضاعف ده كان موجود في الواقع. لا هو درجه خفيفه، درجة من الاخضر مع لون انا بضيف في اضافه على الواقع اللي بيشعرني بحياه الصوره، بالحيويه فيها. جميل جدا. ودي المدرسه الوحشيه اللي هي الجديده تعتبر. جميل جميل. الله، الصيد والقطة ترقب. الله، هو مترقب الصيد والقطة مترقبة. طب هنا معلش أنا عايز أعرف الأحجام، أنت حضرتك بتحددها إزاي؟ يعني ليه حجم القطة كده وحجمه هو كده وحجم القطة قريبة ليا؟ عشان هي القطة قريبة ليا، فلازم تبقى حجمها لازم كبير، لازم تبقى أكبر. أيوه. هو بعيد شوية. جميل. البحر واخد الهوريزونتال اللي هي اللقطة الأفقية. وهنا كمان برضو الألوان بتشع، يعني في فكرة التعبيرية في اللون، يعني في إن اللون يصل إلى درجة عالية من التعبير. بالضبط بالضبط، هو درجة الألوان المتوحشة دي. وهنا كمان في بالزبط. إضاءة، النور بينور. ده يعني جزء من اللي احنا اللون بينور. الإسكندرية الأخرى، يعني ده الصياد اللي هو صراحة محارب اسمها، كانت اللوحة ده في منطقة جنب الماكس. الصياد وهو بيصلح شبكته بعد معركة الصيد اللي هو بيخدها. طبعاً ال 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 الأسماك قطعت له بعض. طبعاً ما فيش جايزة من غير خربشة، يعني السمكة برضو بتقاوم. بالظبط، عشان يعني برضو احنا بنقول هي الله الله. لا الأزرق ده جزء مع الأخضر هنا مجموعة جميل. الريف. في 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 وده بهجة. موضوع معرض قادم ان شاء الله في الدار الكرة، اللي هو موجود مجموعه الريف ككل، هتعمل لها معرض خاص. في معرض خاص ان شاء الله في دار الكرة. اي ريف انت استوحيته هنا او حكيته؟ ريف الدلتا، اللي هي المناطق القريبه من اسكندريه. بتروح بالوانك بشغلك وتقعد وتختار منظر معين وتبتدي ترسم. بالظبط، وبرضه لو الوقت ضيق ببتدي ان الكاميرا تساعدني، يعني الفوتوغرافيا تصور يعني وعشان تكمل. يعني سكتش والفوتوغرافيا بتساعدني في درجات الالوان. حلو. ان حلو. انا ابتدي يعني اتفاعل معاها. طب حلو، طالما احنا في فن المحاكاه بقى، يعني الى اي مدى اللوحه بتحمل قد ايه من الواقع وقد ايه من الاضافات او من الخيال؟ يعني هل اقدر احسبها ولا لا؟ يعني هنقول مثلا 50 150%. 50 50% على الاقل من الواقع، ثم 50% بتتركه لإضافاتك اللي هي إضافات الألوان والخيال والانطباعات. يعني مش لازم تكون تفاصيل الوش واضحة قوي. إمتى بتغير اللون الواقعي؟ يعني إمتى تغير اللون وتحط لون تاني مش في الواقع؟ لو شعرت في وقت ما أنا برسم انعكاس الشمس مثلا على البحر مش مديني اللون اللي أنا متوقعه للبحر. طب هنا يعني هنا ده واقعي تماما؟ لا. ايه اللي مش واقعي؟ برضو درجات الالوان في الصخور والبحر. آه. انا ببتدي احط الالوان اللي انا متوقع ان انا اشوفها او متوقع في خيالي انها تبقى كده. لكن مش شرط في وقتها، لكن ممكن يكون المنظر نفسه وجود الصيادين دول كانوا موجودين. ثم انت اضفت عليه الصيادين. كانوا موجودين بس في اللحظه دي مثلا اللي هو وقت الظهر زي ما انت حضرتك شايف الظلال. أيوه. أيوه. البحر بيبقى مدي على لون رمادي اكتر. بالظبط. الصخور نفسها مديه على لون ابيض اكتر. صحيح. بس الخيال ان انا احاول ان انا اطلع الالوان اللي انا متوقعها او اللي انا بحلم انها تكون موجوده. حلو. دي حاجة حضارة مصرية ده اللي قديمة. هي الآثار الغارقة. الآثار الغارقة. دي كانت معمولة برضو عشان معرض اسكندرية الأخرى. لأنه ما كانش حد صور. أيوه. ما كانش قصدي حد رسم الآثار الغارقة قبل كده. ده أثر حقيقي. ده أثر حقيقي. كان غارق وتم انتشاله. ومعروض في المتحف القومي الإسكندرية. الله، تمثال فاكر لمين التمثال أو متذكر؟ التمثال رأس التمثال دي؟ أظن الإسكندر. الإسكندر الأكبر.
حلو الألوان هنا الوحشية متجسدة، بالظبط. الأحمر والأسود والأصفرات. لا شيء، شيء عبقري، شيء جميل يعني ومبهج. ربنا يخليك. دي اسكندرية الأخرى برضو. دي برضو من المكس اللي هي الجرافة، اللي هو ان المركب بتوزع الشبك على مساحة واسعة، ويبتدي كل اللي موجودين يساعدوا في حلوة ان قوي. هم يجرفوا المية، يطلعوا الاسماك اللي في نطاق الشبكة يعني. انت اخترت حركة العمال بره اكتر، بالظبط. يعني فكرة المجهود ما اللي هي هم باذلينه بره مجهود اللي المبذول بيبذلوه بره. علشان يجرفوا. يعني منطقة المكس فيها الحركة دي مشهورة في اسكندرية على فكرة، سواء في أبو قير أو في المكس أو المناطق مشهورة اللي فيها بإيه؟ الصيادين، اللي هي الجرافة مشهورة في اسكندرية، الله. إن دي أحد أساسيات الصيد جميل. أو مصادر الصيد يعني. طريقة الصيد ديت يعني اسمها بالظبط الجرافة. الجرافة. جميل. لا جميل، لوحة جميلة. وهنا هنا ده ميدان مشهور في دي اسكندرية، الغرفة التجارية. الغرفة التجارية دي من بالظبط مجموعة بالظبط. اسمها النوة، الله وده بيصور اسكندرية في وقت النوات. الله، أنا كنت عامل مجموعة منهم. يعني اسكندرية جميلة في حد ذاتها، انت هنا كمان مجملها بالألوان. النوة بتعمل درجات ألوان خطيرة، سواء في الأرض أو السماء. والله النوة نفسها، النوة يعني ده عايز تقولي ان بعض الألوان دي واقعية؟ برضو أنا مضاعف درجات اللون، لكن فيها جزء واقعي. فيها جزء واقعي. الانعكاسات واقعية، المية دي برضو من مجموعة النوة، دي في منطقة الشاطبي. السماء بتتحول للوحة فنية في وقت النوة. الله الله. لا وانت واخد السماء والسحاب ودرجات اللون المختلفة اللي في السحاب مجسدها ببراعة يعني. بالظبط. لا جميل. دي النوة فوق كوبري ستانلي. استني لسه هقول لك. استني. كوم الدكة دي برضو صورة واقعية من تراث، كل مداخل ده كوم الدكة. يعني مناطق خالدة في الإسكندرية. بالظبط. الله، التمشية على كورنيش إسكندرية. لحظات الدفء في الشتاء بقى. لسه في كورنيش مفتوح كده في إسكندرية لسه. ولا لا كتير. ولا البلوكات لا 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 لا، طب في حلو، مساحات كبيرة حلو مفتوحة. جدا. هنا الصياد. دي رسمتها على الواقع في الشتاء، واضح ان في الشتاء. جو كان عاصف، وكان عاجبني إصراره على طبعا إن الصمود، طبعا. وأنا قعدت وبشرب قهوة وعملت السكتش بتاعه الله يعني. كان عاجبني جدا الصمود بتاعه طبعا قوي. طبعا. هوا شديد كمان، جدا. الريف دي نقلة لقطة من تانية الريف. خالص، دي لقطة. هدوء الريف بقى، من بالظبط عاصفة الأمواج إلى هدوء إلى الريف الهدوء بقى. والمسالمة. بالظبط. يعني دي ترمبة المية وبرج الحمام وراها وفي منتهى الهدوء. الله. نرجع اسكندرية نرجع تاني اسكندرية والحنطور. والحنطور وبيع غزل البنات غزل البنات، وفوق السما كمان فيها غزل بنات هي كمان. بالظبط. السما فيها دي برضو ألواناتها. من درجات الألوان التخيلية اللي هي كل بتضاف. ده زيت مثلا ولا ده ده زيت. أكريليك؟ لا ده زيت. ده زيت. أصعب الزيت من الأكريليك ولا الأكريليك لا لا، أصعب؟ بالعكس الأكريليك أصعب يعني. الأكريليك أصعب. الزيت سهل وجميل في خلط الألوان، لكن هو الزيت مشكلته يمكن الوقت الطويل اللي بتاخده اللوحة علشان الجفاف. دي بتاخد قد إيه اللوحة منك؟ ولا برضو بتختلف من لوحة لأخرى؟ بتختلف من لوحة للتانية، وحسب أنا دي هقعد خدت وقت قد قد إيه؟ إيه يعني. مثلا دي خدت 10 أيام، عشر تسعة أيام أيام بس. حلو. الأحمر، الأحمر هنا عامل شغل مع الأزرق، عامل مع كونتراست جميل الأخضرات. قوي. والأخضر طبعا. يا عيني يا عيني، الكوبايتين هم البطل في اللوحة دي تمام. يعني، هي دي في لوحة المقدمة خالص. عجبت المهداة للقنصل الروسي، إنها جميلة. عجبته قوي لا ففكرته. بس ده مش شاي، ده بيقولوا لي شاي. لا ده متهيألي ده كركديه، لا ده هو ده شاي، كركديه او هو شاي عصير بس واخد اللون شاي. ده الأخضر. الشاي في مخيلة واخد لون الفنان، التصوير. هو مديله بهاء كمان ومديله جمال بالظبط اخر. كده. بس انا معجب بالفكرة بتاعت اللوحة، ان الكوبايتين هم اللي في المقدمة، فيوحوا بانه في اتنين في الخلفية. لحظات. لحظات سعادة لحظات الاتنين في سعادة. الخلفية بالظبط. هيجوا. هنا ده بائع ده بقى الخبز الخبز. برضو، الالوان
الكونتراست اللوني ده ما بي... انا اعتقد ده ما بيدرس، ده احساس متهيألي. ده ده احساس يعني اكتر. يعني والدليل ان احنا معانا طبيب، يعني هو مش دارس قواعد نظريه بيطبقها، ولا مع احترامنا للتقاليد والنظريات الاكاديميه وكل حاجه، لا هو راح للواقع، حاكى الواقع وحط بصمته اللي ممكن تكون طلعت بشكل فطري ولا متعمد. يعني لا انت لا كنت هو بتتعمد ولا بتطلع منك لا كده؟ لا لا هو فطري اصلا، بس هو مفيد جدا النهارده النت، ان انت بتقدر تطلع وتدرس وتقرا. ايوه يعني طبعا الدراسه دي جزء مهم جدا، لكن قصدي في حاله تعذر الدراسه تمام موجود الاطلاع على، يعني حلو حلو في كميه معلومات غير عاديه يعني موجوده على النت. لكن ده اللي هو الكباش اعتقد، دي احتفالية الكباشة. احتفال طريق الكباش، وانت اخترت لقطة اللقطة دي حلوة هي اللي أكتر حلوة، لقطة عجبتني، كانت من كانت اللقطات الجميلة في فعلا، الحفل انها الاحتفالية. يعني في اللوحات المصرية القديمة، انا اتذكر في لوحة ثلاثية لثلاث نساء شهيرة جدا عازفات للعازفات، اي للعازفات. العازفات، ودي هم قدروا دي حاجة يعملوا من لها محاكاة جميلة قوي في بالظبط، الاحتفالية. دي محاكاة للحضارة المصرية القديمة. بالظبط. وهنا ثلاث فلاحات يعني دي نفس ال اسمها الصباحية، الله اللي هو الفلاحات وهم بيحتفلوا بالعروسة يوم الصباحية، واخدين لها الفطار. جميل الفطار جدا، جميل جدا الثلاث فلاحات مع النخلة الثلاثية برضو، بالظبط يعني كأنه في محاورة. بالظبط. لا واخدين الأكل بتاع الصباحية اللي هو ايوه هيبقى بالظبط، حمام بقى وبط ووز وحاجات بقى بتاعت الريف اللي بقى، هو مش يكفي البلد كلها. اللي يكفي الله، هنا تحطيب ده دوت تحطيب. ولا التحطيب تحطيب؟ التحطيب يا سلام، لمسات الأصفر، لمسات خفيفة من الأصفر مع اللون والإضاءات الأبيض. البعيدة، و دي لقطة للجمال، ده كنت جمال. شفته في أسوان ورسمت كسكتش. جميل، كأنه فارس فعلا. دي وهنا المنتزه، المنتزه ده طبعا قصر السلاملك طبعا، من زاوية معينة في الشتاء، انت عملت وده قصر العجائب كده، وده رسم لايف كأنه قصر من ألف ليلة وليلة في بالظبط. اللون اللوحة هنا، الأحمر اللي في يعني السماء هو الألوان ده كلها عملته ألف ليلة وليلة. بالظبط، اللون الأحمر ده اللي هو بيديني إحساس الشتاء الله والغيوم، لكن ده كان رسم لايف يعني. انت حضرتك ساكن جنب القصر ده ولا ايه؟ أنا ساكن قريب منه. عشان كده بقى يعني قعدت من البلكونة بقى، قعدت تجيب تحاكي الواقع. الله الله، دي اسمها الحلم. لازم تبقى حلم طبعا طبعا، ده حلم وحرية بالظبط. وانطلاق في انطلاق فتاة في و الحلم. وحاجات كتيرة يعني. لا لا، دي حد بيطير، او يعني لوحة جميلة جدا. ده بيعبر عن الفنون الشعبية الريفية، ده من المدرسة التأثيرية مش الواقعية. دي رقصة مثلا مش كده؟ دي رقصة. لا ده حاجة جميلة. ال ال ايه اللي بيحكمك في اختيار ان دي تبقى زيت ودي اكريليك ودي مش عارف جواش ودي، يعني ايه اللي بيحكمك في ده؟ المتوفر عندك لا ولا؟ لا 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 هو يعني لما بشعر ان اللوحة عاوزة خلط ألوان أكتر، تدرج ألوان أكتر، ايوه الزيت هو بيبقى الاختيار. اللوحة عاوزة الألوان الزاهية قوي، وفي نفس الوقت مش فيها تفاصيل كتير فهتطول، هيكون الزيت سوري الأكريليك. دي في الماكس. دي الماكس بقى اللي الله كنا بنسميها فينيسيا، فينيسيا مصر يعني. دي موجودة لسه، موجودة للأسف اللقطة دي، اتشالت. لا للأسف اتشالت. اتشالت من ضمن مشروع قومي بيتنفذ يعني، ده مصرف كان بيصب في البحر، دي منطقة النهاية للمصرف اللي هي بتصب مع البحر، ودي بيوت الصيادين ومراكبهم. الحقيقة كان منظر بديع هي الممر اسمه فينيسيا اعتقد، كل لا هو كان بيتسمى، هو في المكس بيتسمى فينيسيا يعني من بيتسمى جماله. فينيسيا الشرق او فينيسيا مصر. لكن عشان مشروعات تطوير ابتدى اتشالت يتغير البيوت ده، القديمة دي لكن ده وكده. موجود، اللقطة دي موجودة، المصرف لا ابتدى اللقطة دي اغلبه يتلاشى بس يعني. الألوان دي حلوة جدا. برضه هي فيها جزء تأثيري مع وحشي، علشان اظهار درجات الغروب على البيوت. الله الله،
الماكسيما منطقة صيد برضو مشهورة مش كده؟ طبعا من المناطق الشهيرة. أيوة. هنا ده حاجة فن شعبي. ده فن شعبي برضو، الطبال مع الزمار. حلو. الله الله على الألوان هنا. دي شخصية حقيقية موجودة عند كورنيش الدقي. حلو قوي أستاذ أسعد. يعني أنت بترسم من 4 سنين، من زمان، بس من 4 سنين بشكل نقدر نقول احترافي. احكي لي قصة بيع أول لوحة، إحساسك كان إيه؟ ولما مؤسسة أو فرد جه خد منك لوحة ودفع فلوس. بص هقول لحضرتك حاجة، يعني هو اقتناء اللوحة ما كانش إطلاقا في تفكير فلوس، لا بس لكن في أكيد إحساس سعادة إن حد عايز ياخد منك لوحة، سعادة إن حد عاوز يقتني اللوحة يقتني لوحة ليك. يعلقها في طبعا بيته. طبعا دي كانت بالنسبة لي فرحة، فرحة فرحة تانية كبيرة. أحسن أحسن من فرحة الفيزيتا بتاعت ال طبعا. طيب طيب ده جميل. وأنت في علاجك للمرضى، يعني مفيش أي حاجة بتستوحيها من العيادة في الرسومات؟ أنا ما شفتش أي رسمة. هنا في رسمة، ده جامع. ده مسجد عمرو بن العاص في القاهرة، أنا جميل كان في رحلة برضو جميل وعجبني اللقطة مع بعض حلو مؤثرات الألوان يعني. حلو. إشراقات السماء كأنها في علاقة ما بينها وما بين المسجد فعلا. طيب احنا مش هنعرف نتكلم لأن اللوحات بتفتتنا. ده شارع فؤاد في اسكندرية. الله الله. شارع فؤاد كله عبارة عن لوحة فنية طبعا يعني. طبعا الخضرة اللي موجودة كمان كل لا كل كل يعني كل أصوله القديمة. يعني في معلومة معرفش، يمكن ناس كتير ما تعرفهاش، إن شارع فؤاد هو أقدم شوارع العالم. العالم، مش العالم، مصر. لا العالم، ازاي ده؟ ده أسسه الإسكندر الأكبر والله. ونفذه بطليموس على مع بداية تأسيس اسكندرية، يا سلام. فهو أقدم الشوارع المعروفة في طبعا العالم. انا اصدق. طبعا النهاردة طبعا ما زال في بعض المباني اللي هي عمرها 200 300 سنة، الحقيقة تحف فنية. يا رب نحافظ عليها، ما يا رب يحصلش فيها اي يا رب حاجة، يا لان رب. ده اثر. وارجع لسؤال الطب، يعني في العيادة مفيش اي حاجة استوحيتها من العيادة؟ لا ما يعني ما شدكش اي إلى حد حاجة؟ كبير شغلنا في الطب. ما يوحيش. لا يعني المرض قاسي يعني، لكن هو الفن اللون انعكاس على الشغل يعني، الهدوء، صفاء الذهن، عليك في التعاطف. العيادة بيخليك تروح وانت عندك طاقة وانا اعلى. متعاطف كمان وانا صافي الذهن. العكسي يعني، رد لكن فعل عكسي، مش كتير من اتجاه مرضايا واحد، مش لكن اتجاهين. كتير من مرضايا بيشجعوني ان هم بيشجعوك في بيشجعوك على الرسم متابع يعني، متابعين والله. على الفيس وعلى المواقع التواصل وكده يعني. رائع رائع. انت بتقولي ان انت بصدد معرض خاص عن الريف في القاهرة، ان شاء الله قريب يعني المعرض هيكون في القاهرة مش كده؟ باذن الله. ان شاء الله هتجمع اللوحات الريفية كلها. هجمع طب لوحات الريفيه. ديت دي لوحه النوه، الله، دي النوه في محطه الرمل. ده برضو كان في المؤتمر الأخير ولا؟ ده كان في المعرض طب الاخير. ليه فكرت الريف تجيبه في القاهرة وما فكرتش تجيب البحر واسكندرية في القاهرة؟ هو علشان البحر في اسكندريه، يمكن ده اللي انا فكرت فيه هناك، ان هو الاسكندريه بيحبوا البحر وبيحبوا لقطات لا، البحر واحنا بنحب البحر اكيد، اكتر من وان شاء الاسكندرانية. الله هيحصل. حلوة يتعرض حلوة اللوحة دي كمان، دي لوحه كان اسمها طفولة. السلام، اشتركت في ساقية الصاوي حلوة في قوي، معرض اسمه السلام، فيها لعب طفولي جميل. بتعبر عن الطفوله. عربية الايس كريم دي لسه موجودة يا استاذ لسه اسعد؟ موجوده، لسه يعني انت دي موجوده. برضو حكيت فيها الواقع، هي دي يا كانت من رسمتها من لوحه الواقع. دي كانت من لوحه لمصور، واستأذنته ان انا ارسمها مصور ورسمتها. فوتوغرافي. مصور فوتوغرافي. حلو قوي. لا كانت الشغف بتاع الاطفال، لا هو لقط لقطة كانت حلوة كمان شغف والله. الاطفال ده كان حاجه واللوحة اللي قبليها بتاعت بتشد. 3 أطفال، أنت عامل حركة أهي حركة بالظبط للأطفال، شكرا للإخراج. يعني حقيقة البهجة واضحة، الفرحة بتاعت الأولاد الفكره يعني هي كان كأنهم في فيها العيد فعلا. فيها حاجه معنويه، ان الاطفال، انت شايف حضرتك الزي بتاعهم أيوة شايف. أيوة بيعبر عن فقر جديد.
مع سعادة غامرة بالحياة، اه الخلفية بتحكي عن الحروب الحمراء اللي فوق اه وإشراق الحياة الجديدة والسلام من في اه الأرضية. ايوه يعني هي كان لها برضو معنى معنوي. ايوه صحيح. انت حضرتك لمست نقطه مهمه جدا، انه كتير من الناس البسطاء، الطبقات اللي بنقول عليها بسيطه وشعبيه، ربما يكونوا والله الأكثر سعادة. بيحتفلوا بالاعياد والمناسبات احتفال اكتر من الطبقه المتوسطه بالظبط والطبقات بالظبط، الاجتماعيه الاخرى. وربما يكونوا أكثر سعادة. بائع البطاطا هنا ده بائع البطاطا. اه حاجه يعني. لقطة شهيرة انت عامل كمان كونتراست ما بين البطاطا وفرن البطاطا وعربيات حديثه قوي وعربيات ورا، حديثة في الضهر يعني بالظبط حاجه كده. ما يجوش جنب بعض، بس لان احنا عندنا حاجات كتيره بتيجي جنب بعضها ولوحات. بشكرك عليها دكتور أنا بشكر حضرتك اسعد انيس، إن الفنان إحنا قدرنا السكندري والطبيب البشري، واستمتعنا ببهجة لونية متنوعة عبر لوحات كتيرة، واستمتعنا بمعلومات قيمة جدا عن عمالقة الفن في اسكندرية، محمود سعيد وسيف وأدهم وانلي ومحمد ناجي وغيرهم. ويجب ان احنا برضو نشير الى انه في مدارس قامت في الفترة الملكية امتدادات، يعني فن مدرسة حسن كامل والأمير يوسف كمال، مدرسة الفنون الجميلة في القاهرة دي، وكان في يعني مدارس كتير كان للأجانب في مدارس اه كتيرة طبعا. تركت أثر وما زالت موجودة بواقعها، وكان فيه اهتمام، كان فيه اهتمام شديد جدا بالفن التشكيلي. يعني بشكر. سيف وانلي وأدهم تمام. بدأوا في أتورينو بيكي في اسكندرية مدرسة تدريب، وبعدين عملوا المرسم الخاص وبعدين بيهم عملوا المرسم لما هو الخاص بتاعهم توفى، راحوا بالظبط. هم بدأوا سنة بدأ 35 مرسم خاص مرسم بيهم خاص لتعليم الرسم في وتعليم اسكندرية، الرسم وده كان جامعة، جامعة بالظبط حقيقية بالظبط لكل بالظبط محبي الفنون بالظبط. الجميلة. أنا الحقيقة يعني رحلة رائعة جدا عشت فيها مع الفنان أسعد أنيس، وتجولنا في حدائق لفنانين تشكيليين هم بالفعل رموز من الفن العالمي. احنا عندنا فنانين تشكيليين عالميين، ودي منطقة لابد نهتم بيها في حياة الفنانين التشكيليين المعاصرين، مش بس نعيش على الماضي بان احنا عندنا عمالقة، لا عندنا عمالقة في الماضي وعندنا جواهر في الحاضر وعندنا مواهب في كل المجالات. والرسالة التانية الأهم اللي فعلا باخدها من الدكتور أسعد أنيس، فكرة الحلم، حلمك يعني هيطردك لو أنت ما طردتهوش، هيطردك في مرحلة ما من العمر، أكيد هيفرض نفسه أكيد عليك وهيجد مكان يخرج منه، هيفضل ضاغط عليك لغاية لما يحقق وجوده. بشكر الفنان أسعد أنا أنيس، اللي أنا سعدت متشكر قوي جدا. وسعادة كبيرة ليا الله حضرتك. يخليك، ونتمنى إن احنا نكون أسعدناكم. والبرنامج فن المحاكاة له إعادة الساعة 3:30 فجرا، وطبعا بنضعه برضو على مواقع التواصل الاجتماعي لكل المحبين. بشكر حضراتكم، بشكر فريق البرنامج بالكامل. كنت معكم طارق عبد الفتاح، إلى اللقاء الحلقة القادمة الخميس القادم إن شاء الله.